আরবি বক্তব্য শুনব। আল জামিয়া আসসালাফিয়ার নবম শ্রেণীর ছাত্র হুজাইফা, আরবি বক্তব্য হুজাইফা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাযী আল্লামাল ইনসানা মা লাম ইয়ালাম ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান আমারা বিতলাবিল ইলম ওয়া আলা আলিহি হামলাতুল উলুম ইলা কুল্লি মিন আসলাম আম্মা বাদ ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ইয়ারফাউল্লাহু আল্লাযীনা আমানু মিনকুম ওয়াল্লাযীনা উতুল ইলমা দারাজাত। عن حذيفة بن يمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العلم خير من فضل العبادة. فأولا نحمد الله عز وجل الذي وفقنا للحضور هذه الحفلة الدينية اعتبار الإسلام الحمد لله، ثم نصلي على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيا رئيس الحفلة أساتذتنا الكرام ومديرها الماهر وأمام الطلبة العزة، الآن أتكلم أمامكم حول الموضوع المكرر العلم. تعريف العلم: العلم من باب السمع معناه واللب الإدراك والمعرفة واليقين، واصطلاحا أم أن العلم ملكة يدرك بها حقائق الأشياء وبه يتبين الحق والباطل والخير والشر والنفع والجر. أقسام العلم: العلم ينقسم إلى قسمين، الأول هو علم الشرعي، الثاني علم الدنيوي. فالشرعي ومشتمل على فنون عديدة منها علم التفصيل والحديث ووصول والفقه وغير ذلك، وأما علم الدنيوي كعلم الطب والهندسة وغير ذلك. فضل علم على ضوء القرآن: في القرآن الكريم آيات كثيرة ذكر بفضل العلم والعالم، كما قال الله تعالى في كلامه المجيد: يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. فضل علم على ضوء الحديث: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لميراثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن حذيفة بن يمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العباد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به صلى الله علما طريقا الى الجنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وانما العلماء ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم. يا ايها المستمعون الكرام، فقد تبين مما سبق ان العلم نورا من انواره تعالى، وطلب العلم درية وحيدة لتحصل سعادة الدارين. فيجب علينا أن نطلب العلم وأن نعمل به ونحفظه. وختمت كلامي بالسلام، والسلام عليكم ورحمة الله.